إذا للوقوف عند محطة الاعتقالات والانتهاكات الحاصلة في سجون العراق ينضم إلينا عبر سكايب من برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق علي القيسي. أستاذ علي مرحبا بكم. أهلا بك. مصادر في الشرطة تتحدث وتقول أن الاعتقالات المبنية على وشاية المخبر السري عادت وبقوة هذه المرة في العراق، كيف يمكن تفسير استمرار هذه الاعتقالات التي تبنى على أسس طائفية أستاذ علي؟ هذا مرتبط بالحكومات، يعني تغير الحكومات، كلما كانت الحكومات ضعيفة هذا يعطي المجال للميليشيات بأن تتغول وتعتقل وتبتز. وأهداف الاعتقال الآن أصبحت مادية أولا، يعني لدينا معلومات الآن أن هناك يستهدفون أشخاص يمتلكون مال أو يمتلكون معمل أو يمتلكون محل، هؤلاء يتم اعتقالهم. نعم. لأنه السجون الآن يعني أصبحت مصدر تمويل للميليشيات، ثم أن هذه الحكومة يعني كغيرها التي سبقتها هي تعتبر الحلقة الأضعف في الحكومات. يعني أنا أتحدى رئيس الحكومة الآن أن ينطق كلمة واحدة يضمنها كلمة حقوق الإنسان، نعم، أو يتحدث عن النازحين أو المهجرين، علما أنه شغل هذا في فترة شغل مناصب لها تماس في هذا الأمر. الوضع في المحافظات المنكوبة وفي عموم العراق الآن عاد إلى أسوأ ما يكون بسبب الغطاء الذي تجد هذه الميليشيات، خصوصا بعد ما كونت حكومة وكونت يعني علاقات، نسجت علاقات خاصة جديدة، لا أقول يعني قديمة، كانت قديما موجودة والآن جديدة مع الأمريكان، يعني علاقات أذهلت كل المراقبين الآن. نعم. هؤلاء القتلة والمجرمين يعني يتنقلون وتتنقل السفارة الأمريكية وتلتقي بهم كل يوم. نعم. وكلهم متهمين ومصنفين كأنهم إرهابيين، في حين الأبرياء والمساكين يرزحون تحت نير السجون بدرجة حرارة يعني لا يحتملها بشر. نعم. ولا يتلقون لا علاج ولا طعام ولا حتى ماء صالح لاستهلاك الآدمي لا يجدون. أستاذ علي، كما تعرفون لا يمر أسبوع إلا ونقرأ في نشرات الأخبار عن وفاة معتقل أو أكثر من معتقل بسبب التعذيب والإهمال الصحي. في هذا الجانب، في هذا المفصل تحديدا، هل يمكن أن نعول على دور المنظمات الحقوقية في إيقاف عجلة الاعتقالات الكيدية والانتهاكات التي تجري داخل السجون في العراق أستاذ علي؟ المنظمات الحقوقية الآن لا تستطيع، أي منظمة تعمل داخل العراق إذا كانت مخالفة لتوجهات وآراء المسميات الحزبية والبرلمانية وحتى الحكومية. يعني نحن نتحدث عن أن هذه الجرائم التي ترتكب الآن في السجون العراقية كلها متورطة فيها وزراء ومسؤولين وأعضاء برلمان من خلال أحزابهم وميليشياتهم. ولذلك ما يعول عليه الآن فقط هي منظمتين، الICRC يعني اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نعم، التي لديها الحق في زيارة كل السجون في العراق ولديها مكاتب في العراق، ومكتب الأمم المتحدة التابع يعني لليونامي. نعم. هؤلاء تلك الجهتين للأسف يعني خذلت الشعب العراقي وخذلت العراقيين، ويعني حتى هذه منظمة العفو اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يعني كلنا نعترف ونعلم أنها لجنة لديها ماضي ولديها يعني تطلعات ولديها مواقف دولية على امتداد مئات، يعني أكثر من 100 سنة. نعم. لكن للأسف في العراق خذلت الشعب العراقي والعراقيين. أستاذ علي، التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية يتحدث ويصف الانتهاكات في سجون العراق باللا إنسانية، كيف تقيمون دور الولايات المتحدة فيما يحدث من انتهاكات ضد المعتقلين؟ هذه المفارقة العجيبة اللي يعني حتى ردينا على هذا التقرير وكتبنا لهم بهذا الموضوع وناقشنا عدة جهات بهذا الموضوع. نعم. يعني هذه الانتهاكات والجرائم كلها تحدث على أيدي ناس أتت بهم الولايات المتحدة.
وإذا كانوا يقولون نحن أتينا بهم وانتهى الأمر، لا، الوجوه نفسها منذ العام 2003 لم تتغير، نفس الجهات والأحزاب والميليشيات التي أتت على ظهور دبابات الاحتلال الآن تحكم العراق. يعني الكل الآن مستغرب، يعني نقرأ التقرير وزارة الخارجية الأمريكية، ممثل وزارة الخارجية الأمريكية بالعراق من هو؟ يفترض السفارة الأمريكية. نعم. نحن نشاهد أن السفارة الأمريكية تقدم كل الدعم وتتعامل مع هذه المنظمات ولم تنطق بكلمة واحدة أو تحث فيها الحكومة العراقية على تحسين وضع السجناء. على ذكر الحكومة في بغداد، السوداني تعهد بإعادة فتح ملف انتزاع الاعترافات قسرا خلال التحقيقات القضائية، أين ذهبت هذه الوعود أستاذ علي؟ يا سيدي كلنا نعلم أنه الأسبوع الماضي يعني تم انتزاع الاعترافات وانتزاع محاصرة السوداني في قصره في مكتب الوزراء لولا تدخل عشيرته. يعني هذا كلام، هذه الوعود والكلام الانتخابي أو كلما دخلت أمة اللعنت أختها كلها تتعهد بهذا الأمور، لكنها كلها كذب، خطابات موجهة للرأي العام، موجهة لجهات دولية، أما على الواقع على الأرض فالسوداني، أتحدى السوداني إذا استطاع الوصول إلى جرف الصخر ودخول جرف ليش هي جرف الصخر مو مدينة عراقية، نعم، يفترض تحت أمرته، نعم، يستطيع الآن الوصول إليها، يستطيع عيد واحد من النازحين. هذه الحكومة لم تعد لا واحد من النازحين، ولم تفتح ملف المغيبين قسرا، ولم يعني تفتح ملف المعتقلين والانتزاعات، هذه وعود كاذبة. عبر سكاي من برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق علي القيسي، شكرا جزيلا لكم.